لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله مين جاي الحين في البيت في نهار رمضان؟ خلينا نشوف مين الحيوان. لا دقيقة، هذا مو كان نفسه في اللعبة هذا؟ لا يكون هرب من اللعبة، مو موجود بالجزء الثالث، جايني في البيت بيسوي عليه جزء رابع. اسمع ترى ما في أحد في البيت، يعني ما في أحد. هذا كيف عارف اني في البيت هذا؟ يا اخي شوف، يعني انت احسن بيضه شفتها في العالم، احسن من بيض سوبر ماركت يعني. خلاص بتروح العين ولا الله. اوكي السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم عمر من قناه عمر جيمز، واليوم راح نلعب ون نايت اوت اوف لومتيز الجزء الثالث. طبعا معكم عمر رقم واحد، عمر رقم اثنين خارج الخدمه حاليا، الظاهر في لومتي يتعشى عليه ولا شيء. المهم قبل لا نبدا نضغط على بلاي جيم، انزل تحت وحط لايك، خلونا نوصل 2000 لايك على هذا المقطع، وبرضه انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس اذا ما كنت مشترك. عاد قاعد احذرك يعني عشان ما في لومتي يجي يقتحم عليك البيت زي ما تحم علي يعني، ويسوي عليك الجزء الخامس يعني، ترى نجربها. ويلا بسم الله، خلينا ما نطول عليكم وبلاي جيم. اوكي مره متحمس صراحه، قاعد العب تقريبا او قاعد اصور هذا المقطع على طول بعد الجزء الاول على طول، فما ماني فاهم كثير اللعبه، بحثت شويه يعني وكذا، لكن اوكي ها ايوه. يا اخي شوف العجيب انه هو قاعد يكلمك، فلمت قاعد يكلمك هنا في المكالمه هذه، وصراحه ما ادري كيف قاعد يكلمك، ما في اي جوال، ما في السبلي. لا حبيبي ما نبغى نلعب، لعب لحالك، عندك هنا اصحاب كثير زي ما شايف. هذا شوف يحب اللعب باين عليه. اختفى، وين راح؟ راح يلعب ولا وين جايين؟ لا لا لا، الهيت شباب اوكي. طيب اوكي، انا اكتشفت انه دقيقه بس خليني اتاكد، خليني اكتشفت انا شغله تمام، زي الجزء الثاني بالضبط، زي فنافل الجزء الثاني. مو الجزء الثاني من اللعبه، فنافل الجزء الثاني. تظل هنا كذا عند الهيت بس كذا، تظل تعبي وش اسمه، تطلع بس لما تبغى تشيك على الكامات وتشيك على الكام رقم 4 طبعا اهم شيء. اوكي أو هذا جاي ما شاء الله حبيبي، كيف حالك ان شاء الله طيب؟ اوه هنا عندك البومه ميت، اوكي ديم والله. شوف انا صراحه على الاغلب انه شو اسمه، على الاغلب انه انا سويت شرح القصه، على الاغلب اني ختمت اللعبه وسويت شرح القصه. حلوه حياك، ايش الوجه المعوق كي يطلع وجهه برا كذا، ايش يا عيب بيسترجل، ما له صلاح. صح اوكي ادري. المهم طبعا هنا يطلع اللي اعرفه يعني، اللي عرفته انه لا دقيقه في... اوكي مو موجود، اوكي تمام. اللي عرفته انه يطلع شو اسمه، اوكي لا هذا جاء صح، اتوقع انه جاء، لا ما جاء، كويس اوكي حياك الله. خليك قاعد تشرب القهوه حقتك ولا ما ادري ايش قاعد تشرب. المهم اللي عرفته انه في اكثر من ليله، يعني صح انه اسم اللعبه ليله واحده وكذا، لكن في اكثر من ليله الظاهر يعني. اوكي هذا كمان جاي، هذا انتبه الان صوره كمان. اوكي تمام، نجي هنا الريدمان الى الان يعني موجود حبيبي، والله خليك بالله نايم في الكهف حقك هناك ولا. المهم طبعا هذا زي البوبت كذا، تظل هنا كذا وتعبي، بس تبغى تشيك على الكمات كذا، تطلع تشيك على الكمات. اوكي هنا عندك هنا طبعا يطلع البومه، الظاهر يطلع من الفنت الظاهر كذا، ولازم تيجي هنا على الفنت وتصور، وهذا اللي يعني عرفته يعني، تيجي هنا وتصور ولا حاجه زي كذا. اوكي تمام طيب، اوكي وين بالله؟ اوكي اوه هذا الريدمان، حياك الله حبيبي. دقيقه بس نعبي بالله شويه، بس ثانيه واحده. طيب الظاهر انه فلمتي ما يجي الا بعدين، هذا اللي يعني عرفته من الموضوع، ما حركت على نفسي طبعا، ما شفت اي جيم بلاي، لكن هذا اللي عرفته. اوكي طيب حاليا المهرج هنا موجود، كيف حياك الله. هنا المهرج صار ما شاء الله، يبغى يعني يعطينا نكته وكذا، وفرها بجيبك بالله. اوكي الريدمان هنا، طيب خلينا بس نعبي شويتين على السريع. اوكي خلاص الريدمان بيجي صح، اوكي نحترمك يعني، الظاهر هو كمان يبغى يسخن كمان يعني، ايش في كمان. جاء صح اوكي اشو، طيب تمام. دقيقه او لو عيال او لا لا اوكي اشو، اوكي جاء راح. طيب يا عيال انا عندي سؤال، لو مثلا الهيت راح، الهيت خلاص وقفل كامل يعني، صرنا خلاص متجمدين، ايش حيصير؟ ما ادري صراحه، ولا ابغى ادري عشان ما اموت يعني، واثنين ايام فبختم اللعبه، فما ابغى ادري صراحه. اوكي دقيقه، اوه هذا جاي، اوه دقيقه جاي. اوكي يعني ايش اسوي؟ هو لما يجي هو يطلع من هنا اتوقع، هو الظاهر طلع اللي هو القندس مع البومه كذا، دمج فاهم، دبل كيل كذا فاهم، اه كان دبل زنجر برجر عايز دقيقه. طب اوكي الحين متى اصوره يعني؟ لما الحين اصوره يعني ولا لما يروح من هنا صح؟ اتوقع يعني بالله تكفى يعني على السريع بالله. اوكي اوه لا لا لا، الهيت شباب، الهيت شباب بالله، الهيت شويه سريع. اوكي كويس، اول جا اوكي شو ايوه اوكي تمام، اوكي خلاص قفطته تمام كويس. اوكي هذا كمان جاء؟ لا ما جاء لا شباب ما نروح الصوره. اوكي الحين جاء، لا نخاطر يا عيال عشان الردمان كمان. اوكي ستي اوي، لا حبيبي مين اوي حبيبي سريع، انت اللي ستي اوي، انا بسخن كمان معاك صديق. والله شكله بنتجمد وبنعرف ايش بيصير بعد ما اوكي اشوف. لا خلاص ما بنعرف كويس، تحمست زياده الله. اوكي الظاهر يعني ان احنا قاعدين هنا لفتره مره طويله بحكم انه نقدر نشوف هنا. جاء هذا صح، جاء دقيقه ابو راس مربع اشوف. اوكي كذا عندي حاسس سازك، حسيت انه جاب امين ديسلايك. اوكي حبيبي شكرا. اوكي خلاص ما قلت لكم انه قاعدين فتره طويله زوجين في علب كذا معلبات كذا، الظاهر بطل قاعد يبلع كذا كثير. اوه ها هنا يب قاعد يجي هذا هو. اوكي صار هنا تمام، اوكي كويس دقيقه خلينا بس نسخن بالله شويتين. اوكي بس بشيك على الكوماند كذا بين فتره وفتره وبعدين اروح على طول. اوكي طيب يا اخي المشكله الريدمان مره نشبه كذا فاهم. اوكي هذا كمان بيجي دقيقه، اوكي نحذر شباب نحذر.
اوكي هذا كمان جاء حبي اوكي اوكي هذا بيجي كمان اوكي يا اخي هذا نشبه مره نشبه كي يقعد هنا بس كي يقعد يسخن هو ما تدري اوه هذا جاء 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 دقيقه اوكي اوكي شو والله انفجعت يا عيال اوكي او هذا كمان جاي اوكي تمام اوكي خلاص صراحه هذا الاخ كمان اوكي طيب 3 ايام صراحه اللعبه الى الان سهله اللعبه الى الان تمام وهنا كمان عندك قهوه ولا ايش بعدين ملعقه هذه قاعد لكم هذا قاعد يبلع كثير يعني. او جايني دبل كل لا حبيبي كيف بصور مين انا يعني هذا ما اقدر اصوره هذا لا ما شاء الله يبغوا كيف تصكيتي اوكي دقيقه بالله بالله وين المهرج المهرج وينه شباب دقيقة أنا كيف أصور؟ أوكي هذا هو المهرج هنا طيب تمام طبعا أنت لازم تشوف إن المهرج هنا جاي هنا ولا لا عشان تضمن إنه تقدر تصور ولا لا أوكي أربع أيام تمام أوكي اللعبة مرة سهلة صراحة إلى الآن خلينا نسخن على السريع طيب عندك هنا فلومتي كمان حياك الله شوف هذا دليل على إنه فلومتي بيجي فاهم أوه أعوذ بالله أوه لازم أصور أكثر من مرة مين هذا؟ دقيقة هذا مخلوق أبو عيون هذا من الجزء الثاني ولا لازم أصور مرة ثانية صح؟ دقيقة لازم أصور مرة ثانية؟ لا ما أصور مرة ثانية أوكي شوف طيب وكذا ضيعت مره ما اوه جاي هذا كمان يا اخي هذا نشبه هذا كمان على اساس انتم ميتين اوه اوه هذا اوه لا مو ميتين والله شوف تحولوا اعوذ بالله الله يقطع شكلك يا حيو والله العظيم فجع اهلي فاهم اوه هذا جاي كمان جاء صح والله اني عارف انه جاء اوكي شباب تكفون شباب اوكي خلينا سخن سريع اوكي شباب لا الموضوع بدا يصعب اربع ايام باقي ساعتين شباب بالله عليكم ساعتين وبروح انام بالله لانه مره نعسان فاهم اوكي جاء هذا برسم رب ما جاء اوكي كويس اوكي خلينا نسخن نستغله قوم جولدن فلامتي كمان موجود في الجزء هذا ايش فيه حبيبي ليش جولدن فلامتي موجود في كل جزء في سر ورا الموضوع هذا اوه امزح معك خلاص تعال حياك الله تعال على الجزء الرابع كمان والله لازم ما نقول لا حبيبي حياك الله حيا نعزمك هنا كمان عندنا قهوه كمان اوه جاء اوكي اتوقع لازم نبدل الكاميرا ولا اوكي يب لازم نبدل الكاميرا اوكي طيب كويس اوكي هذا جاي هنا كمان اوكي تمام اوكي هذا هو اوكي يا عيال ايش في كذا زي الجزء الثالث من فناف كذا يجي كذا شايفين غريب والله اوكي طيب اوكي نسخن على السريع اوكي دقيقه بالله اوكي هذا كمان جاي يا ساتر اوكي يا عيال اللعبه بدت مره تصير صعبه اوكي 5 ايام يعني قربنا اوكي طيب يا اخي القبر يتحول على افلام ايش في فاهمين جا دقيقه بالله اصبر يا ابو عيون دقيقه اصبر ابو عيون اوكي ايش هو اوكي قاعد يحمل اوكي دقيقه بس لا يفجع جدي دقيقه اوكي راح تمام كويس اوكي ما جاء اوكي دقيقه نسخن بالله شويه بس بالله رد ما نصبر شويه يعني بس بسخن يعني بالله احترم الموضوع يعني اوكي تمام ما جاء اوكي كويس طيب فلمتي موجود ليش تحول القبر ايش دلاله على انه لسه القندس ما مات ولا البومه يعني ولا ما ادري صراحه انا اللي اعرف انه القندس مات مع البومه ماتوا يعني وفلمتي الله يحفظه قتلهم اثنينهم يعني الله يحفظه ما جاء اوكي طب يا اخي بالله يا اخي هذا نشبه يا اخي مره يا اخي يجي هنا وفي الوقت الغلط فاهم دقيقه بدأ اعوذ بالله لا فلمتي لا اوكي بالله روح راح صح اوكي راح حبيبي يعطيك العافيه طيب اوكي دقيقه جاء هذا ابو راس مربع جاء والله اوكي جاء نصوره على السريع طيب اوكي هذا كمان البومه بيجي بس خلينا نسخن اوكي خلاص وضعنا تمام باقي ليله واحده او باقي ساعه واحده اوكي خلاص بسم الله الحمد لله عليك سموني انا مروض فلمتي فاهم كذا اروض فاهم ما لا 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 ايش ها لا انا مروض فلمتي لا كيف سرفايف انا سويت يعني ايش المكان هذا شو لا انا قلت انا يعني كنت ايش الصور هذه انا يعني انا مروض انا اعوذ بالله حياك الله لا والله ان نمزح معاك اقسم بالله انك وحش يعني ما اختبر اعوذ وشو والله ذبحهم كلهم ياس يعني نحن ما قلنا في ظهرك الا كل خير فاهم يعني فاهم ولا ما فاهم مو الله شكله ابدا مو فاهم ما في تفاهم العين خلاص شوف صورته هنا خلاص عصب الرجال شوف اذا باين يعني عليه يد المهرج ما الله يرحمه مات هنا كان اعوذ بالله ايش الشكل هذا اوكي الظاهر انه في اكثر من فلمتي الحين اوكي رجمان تحول لفلمتي كمان هو قتلهم كلهم يعني ولا كيف ما ادري صراحه كذا الظاهر نزلت فيني هنا كمان في شو اسمه هنا في آثار يعني أوكي إيش سالفة دقيقة إيش سالفة الأبواب هذه إيش سالفة الأبواب هذه بالله شباب ليكون في كذا شو اسمه دقيقة أوكي دقيقة اللعبة بدأت تصير مرعبة الحين أوكي هذا كمان مخيط وجهه كذا ما أدري إيش فيه ماشي عنده مشاكل أوه انفتحوا هذول الاثنين أوكي الظاهر توسع المكان أكثر أوكي دقيقة بالله قبل لا تيجي بالله بس شوية يعني بالله نحترم نحن المواعيد حقتك وكذا أوكي جاي حياك الله أنت والابتسامة هذه حقتك تقول ويليام أفتون أوكي والله ذبحهم كلهم يا عيال حتى جولدن فلمتي ذبحها إيش في يا حبيبي والله متوحش هذا يا عيال أوكي دقيقة أوه فلمتي فلا هذا فلمتي الأصلي يا عيال أوكي دقيقة أوكي هذا كمان جاي أوكي دقيقة عشان ما تجمد بالله أوكي دقيقة ما شيكت على الفنت أنا كمان دقيقة بالله بس خليني شيك على الفنت على السريع بالله أوه عوذ بالله جاي
اوكي 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 عنكبوت يعني تقول ميوزك مان ولا اوكي هذا كمان بيتحول هذا كمان علينا. طيب اوكي الظاهر انه نقفل نقفل الابواب هذه. اوكي لا دقيقه بس بسخن شباب دقيقه بالله خلينا نسخن شوي. اوه كمان في كهرباء يا عيال. اوكي دور باور مد... لا 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 ما اتفقنا يا عيال. اوكي هذا جاي صح هذا جاء 100% جاء. اوكي اشوه. طيب اوكي اوه اوكي ايش اسوي يعني اقفل الباب ولا ما ادري ايش اسوي. الظاهر ما يختفي اقفل الباب ما عندي اي فكره صراحه. دقيقه بالله دقيقه شيك على الفنت. اوكي ما في احد. اوكي كويس الكام 6 دقيقه الكام 6 كانت حقت المسبح ولا شيء صح. اوه اكسبوجر ايش اكسبوجر الو كيف اكسبوجر يعني ما فهمت. دقيقه في اكسبوجر كمان في الجزء هذا انا محسب انه شو اسمه بس في الجزء الثاني ظهر في يا عيال. والله اللعبه بدات تصعب. دقيقه انا كيف بختمها الحين ليله كامله هذه يا عيال. اوكي اوكي ظهر لازم اقفل كمان الباب هذا اتوقع بعد ما ادري هذا اللي اتوقع لانه مو موجودين فما ادري والله مو موجود. اوه هذا طب ايش اسوي هذا معاه هذا دقيقه هذا المهرج دقيقه ايش اسوي معاه. طيب لما يروح البيشنس ايش اسوي والله ما ادري ايش اسوي يا عيال. اصور يعني على طول اصوره والله ما ادري دقيقه بالله ايش اسوي اوه اصور. اوكي كويس دقيقه بالله بسخن يرحم امك. دقيقه اوكي كنت ميت على شعره يا عيال. اوكي دقيقه اوكي بالله بشيك على الفنت كمان الفنت كمان من زمان ما شيكنا عليه. يب اوكي زي ما توقعت. اوكي دقيقه ايش صار. لا 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 اوكي ايش هذا يا مكان الريدمان. لا شباب التيمت كوستم نايت ما نبغى التيمت كوستم نايت نسخه افلام تفهم. والله صار الموضوع مرعب مره مرعب. اوكي